دكتور احمد دراج، اهلا وسهلا بك في ميدان التحرير. وعايز اعرف بس، الثوره بيقولوا تاهت، فهل لقيتوها ولا لسه؟ اللي تاهت منه الثوره يدور عليها جواه. لا، الثوره ما تاهتش، الثوره عارفه طريقها. اللي كانوا داخلين الثوره ولهم اهداف خاصه هم دول اللي تاهوا، لكن اللي عارفين البوصله كويس واللي البوصله بتاعتهم ما حصلش عليها تشويش بسبب المطامع الشخصيه، عارفين ان البوصله ان البوصله بتاعتهم ثابته على اهداف الثوره، وهي نقل مصر من دوله مستبده الى دوله ديمقراطيه تتحقق فيها العداله الاجتماعيه والمساواه والعدل بين جميع ابناء مصر. الحقيقه انه يعني البوصله لم تضيع من كثير من الناس، لكن هناك حاله من مش هقول الياس، لكن حاله من الغضب، حاله من نحن لا نريد ان يعني ان ننفعل، لكن انا اريد اقول يجب ان نرتب اوراقنا قبل ان نتحدث في اي شيء. هناك اشكاليه طبعا انه الحاله الثوريه هي حاله مستمره، ويجب ان يعرف الجميع ان الثورات لها موجات صعود ولها حالات اخرى تكون فيها يعني اقل زخما، لكن انا اظن انه بعد هذا الوقت يمكن جدا ان تحدث طفره جديده يفاجئ بها الجميع. انا اخشى من هذه الطفره ان تكون ضد من يراهنون على الخساره. حضرتك ترى ان الجمعات بقت يعني ليس لها القوه التي كانت في الماضي؟ لانها جمعات متواليه. من الصعب جدا ان حضرتك وانا نتكلم عن ان كل انسان يعني يستطيع ان يكون موجود في كل جمعه وموجود في كل يوم. انت ترى الان غدا في مليونيه للمعلمين، وبعد عده ايام مليونيه لمجموعه اخرى العمال. يعني القصه انه هناك طاقه مهدره، والطاقه المهدره هذه ليس لها اي نتيجه. وانا اطالب كل اصحاب المطالب الخاصه مثل المعلمين والفلاحين والعمال، هؤلاء لن تتحقق لهم اهدافهم الا اذا نجحت الثوره، فليعلموا ذلك. هذه رساله. صاحب المعاش اللي مش قادر ياخد معاش محترم لن يعطيه النظام الحالي اي مكاسب، عليه ان يعرف ذلك. النظام الحالي هو نفس نظام مبارك بشكل مختلف، شكل مختلف. نحن نريد نظام جديد يساوي بين كل المصريين في الحقوق والواجبات، يعطي من يتعب ولا يعطي هذا المهمل الكسلان. نريد شعب منتج. إذا كنا نفعل هذا من أجل مصر جديدة فنحن أول من يتصدى لذلك. على الآخرين أن يعلموا أننا لابد أن نكون معا، سواء تيار إسلامي سواء تيارات ليبرالية، وألا يعني ألا يخضعوا لما يحدث من فتن بين التيارات المختلفة. هناك جهات متعددة تلعب على قضية تفتيت المجتمع المصري، وهذه هي الإشكالية الكبرى. لن ينتصر أعداء الثورة عليها إلا بالفرقة. اجتنبوا الفرقة تنتصروا. تقول إيه بقى لعدم الفرقة للتيارات السياسية الإسلامية والليبرالية وكل الفئة الوطنية؟ إحنا كلنا مسلمين، كلنا مسلمين، ورؤيتنا للإسلام، الإسلام ده جوهر ثابت زي الجوهرة زي الماسة. إحنا كلنا كل واحد فينا بيبص له من ناحية. مش ممكن أنت باصص من ناحية وأنا باصص من ناحية إن أنت شايف الحقيقة كلها ولا أنا شايف الحقيقة كلها، لكن إحنا أولاد بلد واحد. مصلحة أولادنا ومصلحة بلدنا إن إحنا كلنا نحافظ على الدين بتاعنا اللي هو الدين الثابت، سواء كان دين إسلامي أو دين مسيحي. كلنا أولاد بلد واحدة، عشنا مع بعض طول التاريخ، مش ممكن أبدا تفرقنا. الفتن التي تأتي لكي تدمر هذا الشعب. هناك قوى معادية للشعب المصري، هذه القوى بعضها له علاقة. هناك في قنا الرسالة تأتي من قنا، من نجع حمادي، من عند عبد الرحيم الغول. فعلى الذين يعرفون الغول، ونحن لنا معرفة جيدة بالغول في التراث المصري، عليهم أن يعرفوا أن هذا الغول ممثل لتيار فتنة كبير في هذا البلد، وهذا التيار مدعوم من دول عربية ومدعوم من دول أجنبية لا تريد لمصر الخير، لكن نحن نريد لبلدنا الخير. نحن لا نريد لأنفسنا شيئا، لكن نريد مستقبلا طيبا لأولادنا وأبنائنا وأحفادنا ولكل المصريين. فيجب أن نتحد،
ليس هناك بيننا إشكاليات. الإشكاليات أننا نفهم الأمور بشكل مختلف، والاختلاف فيه رحمة. الدين النبي عليه الصلاة والسلام قال في الاختلاف رحمة، فيجب أن نفهم الاختلاف في هذا المعنى، ولا نفهمه في أنه الاختلاف دايما يبقى لابد أنه كل واحد يقوم بتكسير الآخر وتكفير الآخر. الحكم في النهاية ليس لي ولا لك، الحكم لله في النهاية، لأن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي يقول ده كان صح وده كان غلط. لا أنت تقدر تحكم عليا ولا نقدر أحكم عليك، لأنه الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. في تهديد بعض الحزب الوطني بالصعيد معهم جميعا وبيهددون الصعيد، القبائل طلعت امبارح وكذبت اللي قالوا الغول وشركاه، وانا بقول لهم لو انتوا بتتكلموا وعارفين ان انتوا، احنا عارفين ان انتوا بتكرهوا البلد دي، ما بتحبوهاش الا عشان حاجه واحده بس، عشان تحققوا من وراها مكاسب. عمركم ما حبيتوا البلد دي عشان تبقى لفوق، عايزينها تحت رجليكم وانتوا اللي تتصرفوا فيها. الشعب المصري مش هيقبل ده، وانا براهن ان لو حصل اي حاجه ان الشعب المصري اللي نزل ب 18 مليون هينزل المره الجايه 36 و40 مليون. شكرا دكتور. شكرا جزيلا.